يلا شباب هنبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في الجزء بتاع الليبيد ميتابوليزم، واتكلمنا عن الاسف الليبيد كيمستري اند فانكشن، واتكلمنا عن انواع الفاتي اسيد. فالنهارده هنكمل الشغل اللي احنا قلناه، وممكن نقسم محاضرة النهارده على اتنين علشان ايه، عشان بس ما تبقاش طويلة في التسجيل. قلنا انواع الفاتي اسيد والكلاسيفيكيشن بتاعت الفاتي اسيد. فاتي اسيد ده بيبقى جزء من الايه، جزء من الليبيد، تمام. الفاتي اسيد الفيزيكال بروبرتس بتاعته، يعني الفيزيكال بروبرتس، الحاجات اللي تشوفها فيه الفاتي اسيد ذاته، يعني ظاهريه من بره، هل هو مثلا ليكويد ولا سوليد كده يعني، ماشي. ده بيعتمد على حاجات، بيعتمد على اللينس اوف كربون تشين. يعني ايه اللينس اوف كربون تشين؟ يعني في كام كربون. يعني مثلا فاتي اسيد زي الاسيتيك اسيد مش هيبقى زي الاستيريك اللي هو 18 كربون في الشكل بتاعه، فيزيكال بروبرتس بتاعته، لان دوت 2 كربون، اما دوت 18 ولا البارامتر 16، تمام. وكمان بتعتمد على الديجري اوف انساتوريشن. يعني ايه؟ يعني الفاتي اسيد دوت هل هو ساتوريتد؟ لو هو ساتوريتد مشبع هيبقى سوليد، في الروم تمبريتشر هيبقى سوليد لانه مشبع، ماشي. زي الاستيريك والبالميتك، لو احنا جينا اشترينا، بعتنا الشركه كده اشترينا استيريك او بالميتك، هتبص تلاقي جايب لي العبوه وفيها الاستيريك او البالميتك عامل زي الايه؟ عامل زي البشره، عامل زي جوز الهند كده. لو شفت جوز الهند هيبقى شبهه كده بالظبط، ماشي. يعني الفاتي اسيد ذاته سوليد. وفي فاتي اسيد ثانيه بتبقى ليكويد. فاتي اسيد ذاته لوحده، مش الزيت او الدهن على بعضه، لا، الفاتي اسيد ذاته. يعني مثلا الاوليك في رابطه واحده، ماشي، اسف، رابطه واحده انساتوريتد، ماشي، لا ليه ليكويد شويه. طب كل بقى ما زادت الديجري اوف انساتوريشن، كل ما بقى ايه؟ كل ما زاد الديجري اوف انساتوريشن كل ما بقى مور ليكويد، ماشي. وديت النقطه اللي انا اتكلمت فيها، ديت ترجع تاني للميلتنج بوينت. ايه الميلتنج بوينت؟ الفاتي اسيد دوت في الروم تمبريتشر هل هو سوليد ولا ليكويد، تمام؟ اللي يحدد دوت الديجري اوف انساتوريشن، هل هو في فاتي اللي في دبل بوند ولا ما فيهوش، وفي كام واحده، تمام، هي اللي بتحدد. في حاجه مهمه برضو في ال، هنضيف حته هنا نقولها، ان الفاتي اسيد اللي موجوده جوه الدهن، جوه الليبيد، هي اللي بتحدد الليبيد دوت هل يبقى سوليد ولا ليكويد. تاني عندنا انا دلوقتي فرقوا بين حاجتين، فرقوا بين ان احنا دلوقتي بنتكلم عن الفاتي اسيد لوحده كوحده، وبين الدهون ذاتها. الدهن ده بيتكون من جليسرول وماسك معاه 3 فاتي اسيد. لو ان الثلاثه فاتي اسيد دول ساتوريتد مشبعين، هيبقى الليبيد اللي عندي هيبقى سوليد. لو ان الثلاثه مشبعين يبقى سوليد، لو الثلاثه انساتوريتد هيبقى زيت. يعني الزيت اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت دوت هيبقى جليسرول وثلاثه فاتي اسيد انساتوريتد، او ممكن يبقوا اثنين منهم انساتوريتد، يعني الانساتوريشن هيبقى اكتر، ماشي. والسمنه اللي انت بتجيبها، السمنه المهدرجه ديت، هيبقى جليسرول وماسك معاها 3 فاتي اسيد ساتوريتد مشبعين، عشان كده هو سوليد. يبقى اذا اللي بيحدد الليبيد اللي عندي سوليد او ليكويد الفاتي اسيد اللي موجوده فيه. لو ان الفاتي اسيد ساتوريتد هيبقى سوليد، لو انه الفاتي اسيد ان ساتوريتد هيبقى ليكويد، لو ميكس هيبقى يعني سوفت او ناحيه الليكويد، على حسب ديجري اوف انساتوريشن، ماشي. من ضمن الحاجات المميزه للفاتي اسيد ومن وللليبيد عامه، انها بتعمل حاجه اسمها البقعه الزيتيه، جريز سبوت بروبرتس. ليها جريز سبوت، يعني لو جبت كده فلتر بيبر
وحطيت عليه فاتي اسيد او ده مش هيعمل بقعه زيتيه كده مكانه. ماشي. طب احنا زي ما قلنا برضه الفيزيكال بروبرتس ان هو ما بيدوبوش في الميه ما عدا الفاتي اسيد الايه اللي هي من 2 ل 6 كربون دي ممكن تدوب في الميه، اما باقي كله بيدوب في الايه البولار سولفنت. ماشي. اللي احنا قلنا عليهم قبل كده الايثر والكلوروفورم والكلام ده. نيجي بقى نتكلم عن الكيميكال بروبرتس، الخواص الكيميائيه بتاعه الفاتي اسيد. ايه الخواص الكيميائيه بتاعه الفاتي اسيد؟ سواء كان الفاتي اسيد ده، وتركزوا معايا يا شباب، سواء كان الفاتي اسيد ده لوحده او داخل جوه تركيب الليبيد. في حاجه اسمها الهيدروجينيشن او الهاردنينج. الهيدروجينيشن ان احنا بنيجي على الدبل بوند اللي موجوده في تركيب الفاتي اسيد، الدبل بوند دي. ماشي. بنيجي نكسر الدبل بوند ديت لعمليه الهدرجه ونضيف اتش هنا واتش هنا. تمام كده؟ وهو اصلا واتش هنا واتش هنا، يعني بنقطع الدبل بوند دي خالص ونحولها الى بتبقى ساتوريتد. الدبل بوند اللي هي انساتوريتد بتبقى ساتوريتد يعني. فدي بنسميها عمليه الهيدروجينيشن. ودي اللي بيستخدموها ان هم بيحولوا اللي هو الفيجيتابل اويلز بيحولوها للمارجرين اللي هي الايه السمن الصناعي، عن طريق ان هي الفيجيتابل اويلز بيبقى فيها ديجري اوف انساتوريشن عاليه، بيجي على الدبل بوند ديت ويزود لها هيدروجين ببروسيس معينه بتكنولوجي معينه تحت ضغط وفي وجود هيدروجين والكلام ده كله، فبيحول الفيجيتابل اويلز الى الايه؟ الى المارجرين اللي السمن. ايه تاني في الفيزيكال بالكيميكال بروبرتس؟ لاحظوا ان انا العنوان ثابت، يعني حتى تلاقي السلايد انا مرتبها العنوان ثابت عشان ما تتلخبطوش تقول دي تبع ايه ودي تبع ايه. في حاجه اسمها الاوزونوليسيس. ايه الاوزونوليسيس ديت؟ بنيجي على الانساتوريتي فاتي اسيد اللي هو لوحده او موجود جوه الدهون وبيعرضه الى الاوزون للاو 3. ماشي. فبيحصل حاجه، بيحصل تكسير اللي هي للدبل بوند دي. زي ايه مثلا؟ زي الاوليك اسيد ده بيبقى فيه دبل بوند واحده بيعرضوها للاوزون فبتعمل حاجه اسمها ازيليك اسيد. ازيليك هتديني برودكت تاني خالص، الدبل بوند ما مكسوره فيه. الازيليك اسيد دوت مش هتلاقي مستحضر في الصيدليه من المستحضرات، المعظم يعني معظم المستحضرات بتاعه البشره هتلاقي فيها الازيليك اسيد دوت، لان هو بيزيل حب الشباب والحاجات دي كلها ويعمل ريجينريشن للخلايا بتاعه السكن اللي هو الازيليك اسيد. يبقى الاوليك اسيد لما بنعرضه للاوزون بيديني الازيليك اسيد. الازيليك اسيد ده بيستخدم في علاج اللي هو الايه؟ الاكن اللي هو الحب الشباب اي سي ان اي، حب الشباب اي سي ان اي، واي حاجه بقى في الايه في البشره. اللي بعد كده من الكيميكال بروبرتس بتاعه فاتي اسيد اللي في حاجه اسمها الرانسيديتي او الاوتو اوكسيديشن. ما هو الاوتو اوكسيديشن يؤدي الى رانسيديتي اللي هو عمليه التزلط. ساعات كده لما تجيبوا زيت ولا حاجه او سمن بيبقى بقى له فتره مخزن عند في السوبر ماركت، بقى له فتره ومعرض لشمس مثلا او سوء تخزين، وتفتح الازازه كده تلاقي فيه انديزرابل اودر، الريحه مش حلوه وحتى الفليفر بتاعه والطعم مش كويس. دوت معناه ان الفاتي اسيد اللي موجوده جوه هذا الزيت حصل لها اوتو اوكسيديشن، خاصه اللي هي الدبل بوند. يبقى مشكلتنا هنا في الدبل بوند، بيحصل لها اوتو اوكسيديشن. ماشي. وبيتزنخ، بيسموه رانسيديتي، تزنخ. طيب الكلام دوت بيبقى في انواع من الاكسديشن، اوت اوكسيديشن او الرانسيديتي. في انواع، في حاجه اسمها هيدروليتيك رانسيديتي. نيجي بس هنا نشوف التركيب ده. ده تركيب التراي اسايل جليسرول اللي هو الفات او الاويل. فات، لو ان الفاتي اسيد اللي موجوده فيه ده اهي، فاتي اسيد اللي موجوده فيه دي فاتي اسيد وده فاتي اسيد وده فاتي اسيد. لو ان الثلاثه دولت مشبعين يبقى فات، هيبقى سوليد يعني.
وان الثلاثة دولت او اتنين منهم انساتوريت هيبقى اويل. يبقى ده تركيب الدهن، جليسرول اللي هو ده وماسك معاه هنا دي الرابطة دي بيسميها رابطة استر، رابطة استر مع الفاتي اسيد، ورابطة استر مع الفاتي اسيد رقم اتنين، ورابطة استر مع الفاتي اسيد رقم ثلاثة. ماشي. الهيدروليتك رانسيليتي بيحصل ان الفاتي اسيد ديت بيحصل لها هيدروليسيس، بتنشال كده ماشي، بيحصل هيدروليسيس ده بيسموها هيدروليتك رانسيليتي. في بقى اوكسيديتيف رانسيليتي نتيجة التخزين وتعرض للاكسجين فبيحصل لها ديجراديشن باي اوكسجين وبالتالي تؤدي الى تزنخ الزيت او السمنة. في مايكروبيال، مايكروبيال يعني ايه؟ يعني ان هي متخزنة. وفي بكتيريا، البكتيريا بقى طلعت انزيمز بيسموها اللايبيز انزيم، لايبيزز. اللايبيزز ديت، اللايبيزز هي اللي كسرت الاستر بوند دي ماشي، او دي او دي، فبالتالي تؤدي الى التزنخ بتاع الايه؟ بتاع الزيت او السمن. انا كده برجع نطلع تاني. يبقى عندنا الرانسيليتي فيها منها ثلاث انواع، هيدروليتك رانسيليتي، اوكسيديتيف رانسيليتي، مايكروبيال رانسيليتي. ماشي. طيب بيتغلبوا عن الكلام ده بايه؟ بيتغلبوا ان هم يحطوا مع الزيت او السم انتي اوكسيدانتس، مواد مضاده للاكسده او يسمى مضادات الاكسده، انتي اوكسيدانت. الانتي اوكسيدانت دي بتمنع الاكسده الدبل بوند دي. الانتي اوكسيدانت اما تكون ناتشرال او تكون سينثيتك. يعني ايه ناتشرال؟ ناتشرال يعني مثلا البوليفينولز او الفلافينويد او الفينولكس اللي موجوده في الاكل او الاطعمه ذاتها بتمنع الرانسيت. فيتامين سي بيمنع الرانسيت. الفيتامين اي، لذلك تلاقي بعض الزيوت، زيوت خاصه الزيوت عشان الدبل بوند اللي موجوده اللي هو الجلوف انساتوريشن، يبقوا حاطين معاه فيتامين ه، ه اللي هو ه يعني الفيتامين اي عشان يمنع الاكسده بتاعت الايه؟ بتاعت الزيت. ماشي. في حاجات برضو سينسيتك بتنضاف، بتنضاف سينسيتك انتي اوكسيدنت بتنضاف على، بتنضاف على الاطعمه خاصه الحاجات المعلبه واللي فيها دهون، زي مثلا المنس ميت، اللحوم اللي هي بتبقى اللحمه المفرومه والحاجات ديت عشان فيها دهون بيحطوا لها برضو الحاجات دي، بيحطوا لها اللي هو بيوتيليتد هيدروكسي تولوين. هتلاقي بيبقى مكتوب على العبوه كده المواد الحافظه بي اتش اي او بي اتش تي للبوتيليتد بيوتيليتد هيدروكسي تولوين او البروبايل جليت او الايزوكسيكوين او السيتريك اسيد يا اخوان، او السيتريك اسيد، سيتريك اسيد برضه ده من المواد الحافظه بتلاقوها على اي ما اي عبوات او اي بروسيسد فود بيبقى فيه ليبل بيحطوا معاها الحاجات الايه؟ اللي هي السينثيتك انتي اوكسيدنت. بس طبعا الناتشرال بتبقى ايه؟ بتبقى افضل لانها مالهاش سايد افكتس. اما ديت بيحطوها برضو بس ما زالت بتنحط. يبقى لما نيجي نقول ايه هي الحاجات اللي ممكن تعملها بريزرفيشن للفود كانتي اوكسيدنت، هتقول الحاجات ديت ان هي منها ناتشرال وسينثيتك. الناتشرال زي فلان وفلان وفلان، والسينثيتك زي فلان وفلان وفلان. ماشي. في حاجه بقى ما زلنا برضه في الكيميكال، في حاجه بنسموها الفاتي اسيد نمبر. يعني كل فاتي اسيد، يعني الاسيتيك اسيد والبيوتيريك والبالميتيك والاستيريك، كل واحد منهم له نمبرز معينه او فاليو منها الاسيد نمبر. ماشي. تعرفوا بس هي بتتعمل ازاي؟ بيبقى كم ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد لازم ان هو يعادل جرام من الدهون. الحته دي هنعديها يعني، بس انا هقولها لكم كايه عشان تبقوا عارفينها، بس لو ايه، لو ذكرت قدامكم. السابونيفيكيشن فاليو، السابونيفيكيشن فاليو اللي عمليه التصبغ، وطبعا احنا عارفين ان الزيوت او الدهون بنستخدمها في انتاج الصابون عن طريق اللي هو البوتاسيوم هيدروكسيد.
ماشي. كم ملي جرام من البوتاسيوم هيدروكسيد لازم ان هو يعمل سابونيفيكيشن لجرام من الفات؟ الحته دي انا هعديها سريعه يعني. والهيدروكسيد فاليوم الايودين فاليوم. الايودين دوت بيستخدم للكشف عن الدبل بوند. هيقول لي الزيت اللي عندي ده فيه الفاتي اسيد اللي فيه كام فاتي اسيد بيبقى فيه دبل بوند، لان الايودين كل ما نضيف على كل ما نضيف ايودين على ذهن فيه انساتوريت فاتي اسيد كل ما الايودين يختفي، لان الايودين بيروح يمسك في الدبل بوند لحد ما كل الدبل بوند خلاص تبقى خلاص حل محلها ايودين، يعني الاتش حل محلها ايودين، يبدا اليود اللي نضيفه يبقى لونه براون. اعرفوها بس كده، والدكتور عبد الوهاب هيشرحها لكم في العمل بتاع المقرر ده. الكلام اللي احنا قلناه ده كله اللي عدى كله بنتكلم عن الفاتي اسيد اللي موجوده جوه الدهن. فاتي اسيد هنتكلم بقى على الليبيد. الليبيد احنا قسمناها فاكرين قبل كده؟ تقسيمها مش هنجري ونرجع تاني. ايوه التقسيم هرجع تاني. الليبيد في منها ثلاث انواع، في منها السمبل وفي منها الكومبلكس اللي هي البولر وفي منها الدرايفد. ثلاثه ماشي. هنبدا دلوقتي معاكم في السمبل ليبيد. السمبل ليبيد اللي هم التراي اسايل جليسرول والواكسز ده الشموع. هرجع تاني. السمبل ليبيد، السمبل ليبيد في اللي هي التراي اسايل جليسرول اللي بيسموها التاج، وديت كان اسمها زمان كان بيسموها التراي جليسرايدز بس ده اسم قديم خلاص ماشي، لكن هي اسمها الحالي الى التراي اسايل جليسرول. واحنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا الاسماء عندنا بتبقى نوت الاستراكشر. تراي يعني ثلاثه، اسايل يعني اسايل لما يبقى فاتي اسيد داخل في استراكشر بنسميه اسايل، زي لما يبقى حاجه مونوساكرايد داخله جوه زي ما قلت لكم. انا قلت لكم ذكرت الحته دي، لما يبقى جلوكوز او فركتوز او مانوز او اي حاجه داخله جوه استراكشر بنسميها جلوكوز ريزيديو. وزي لما هتاخده في البروتين ان شاء الله امينو اسيد ريزيديو، يبقى لما اقول لك مثلا جلايسين اللي هو الامينو اسيد جلايسين ريزيديو تعرف ان هو داخل جوه استراكشر مش لوحده. الفاتي اسيد بقى لما يبقى في استراكشر بنسميه اسايل جليسرول. وعلشان نفسر عشان نفسر المركب نجيبه من ورا لقدام كده، يبقى الجليسرول ماسك معاه ثلاثة فاتي اسيد. ادي الجليسرول اهو، وجينا الاستراكشر ده كده الجليسرول، وادي دول ثلاثة فاتي اسيد، واحد اثنين ثلاثة ماسكين هنا اهو بربطة استر. هنا كل واحد هنا في الكربون دي ربطة استر، وادي ربطة استر استر بوند، وادي ربطة ايه استر بوند. ده كده على بعضه بنسميه تراي اسايل جليسرول. طب التراي اسايل جليسرول دوت هل هو سوليد ولا ليكويد؟ على حسب زي ما قلت لكم الفاتي اسيد اللي موجوده فيه. لو ان الفاتي اسيد ده هم ساتوريتد هيبقى التراي اسايل جليسرول اللي هو الفات وهيبقى سوليد ماشي. طب لو هو فيه انساتوريتد هيبقى ليكويد ماشي. زي ما قلت لكم انا ضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم لما تروح عند الجزار كده وتلاقي الدهن بتاع البيف اللي بتاع اللي هو بتاع اللي هو عقول البقر او الجاموس تلاقيه ناشف ماسك حتت كده، لانه كله ساتوريتد فاتي اسيد ساتوريتد فاتي اسيد. اما الدهن بتاع الخنزير يا دوبك تضرب يضرب المشرط فيه كده او السكين بص تلاقيه بينزل ميه كده يعني زيت اويل. ليه؟ لان الديجري اوف انساتوريشن فيه عاليه ماشي. وعندك برضو قلت لكم قبل كده ان الزبده تبقى سوفت لانها فيها ميكسد ساتوريتد وانساتوريتد، وغير كمان كده بتحتوي على شورت تشين فاتي اسيد، يعني بتحتوي على الاسيتيك اسيد والبيوتيريك والبروبيونيك يعني شورت تشين.
يبقى ديت كده اللي عدت ديت التراي اسايل ايه؟ التراي اسايل جليسرول. جليسرول ومعاها ثلاثة فاتي اسيد، يبقى السيمبل ليبيد حاجتين، تراي اسايل جليسرول وواكسز. الواكسز الى الشمول. بس التراي اسايل جليسرول في منها مشتقات، الداي اسايل جليسرول الدي اي جي داي اسايل. يبقى واحد، بص عندنا الاسماء ايه، واحد اثنين 1 2 داي اسايل جليسرول. يبقى جليسرول ماسك معاه اسايل فاتي اسيد، هما كام واحد؟ داي اثنين. طب ممسوكين في فين؟ في الكربون رقم واحد والكربون رقم اثنين. اه مش ده، واحد اثنين رقم واحد ورقم اثنين، واللي تحت دي رقم ثلاثه. الرقم ثلاثه هنا ما فيهاش فيها فاتي اسيد، او اتش عاديه. الجليسرول ده الاتش بتاعته موجود، يبقى ده بنسميه 1 2 داي اسايل جليسرول. ماشي. وممكن نلاقي ان الفاتي اسيد ده موجود، اللي هو الفاتي اسيد موجوده في واحد وثلاثة، اما اثنين ما فيهاش فيها فاتي اسيد، فبنسميه 1 2 داي اسايل جليسرول. طب لو ماسك في اثنين وثلاثة وواحد وواحد اهيت ما فيهاش فيها فاتي اسيد، بنسميه 2-3 داي اسايل جليسرول. يعني جليسرول اللي هو ده على بعضه كده ماسك معاه فاتي اسيد كام واحد؟ اثنين. فين؟ اثنين وفي ثلاثة. اثنين ادي الكربون رقم اثنين والكربون رقم ثلاثة، لأن التركيب بيبدأ من فوق، واحد اثنين ثلاثة. طيب المونو اسايل جليسرول بقى، المونو اسايل جليسرول ده بيبقى جاي من التراي اسايل جليسرول في رقم اثنين بس، رقم اثنين كربون رقم اثنين هي اللي يبقى فيها ايه؟ رقم اثنين دهيت هي اللي يبقى فيها رابطة الاستر والفاتي اسيد. اما ده بيبقى فيها او اتش، وكربون رقم ثلاثة فيها او اتش، يبقى رقم اثنين هي اللي فيها فاتي اسيد. يبقى السيمبل ليبيد حاجتين، التراي اسايل جليسرول ومشتقاتها اللي هم الداي اسايل والمون اسايل والواكسز. الواكسز الله يسامحك، الواكسز اللي هي الشموع، الشموع دي نفس الكلام، لكن الكحول اللي فيها مش جليسرول. احنا شايفين الجليسرول 3 كربون، لا الكحول اللي فيها بيبقى لونج تشين الكحول، لونج تشين. ماشي. وعشان كده بتلاقيها هارد يعني جامد جدا، ومعاها فاتي اسيد. ماشي. والواكسز دي الشموع ديت بتبقى مصدر للطاقه، وبتبقى ووتر روف، وتبقى لوبريكانت. هنشوف الكلام ده يعني ايه دلوقتي. عندنا بعض الطيور البريه، اسف الطيور اللي هي المائيه، واخدين بالكم؟ بيبقى فيها جلاند معينه بيسموها الايفن برين جلاند، ودي بتطلع واكسز. ماشي. وكمان الشعر بتاعها اللي هو للاسف الريش، الريش ذاته بيبقى عليه شموع واكسز بيلمع كده. ليه بيلمع؟ علشان الطير دوت لما ينزل في الميه، ما هو لو ما فيش الواكسز ديت الريش ذاته هيشرب ميه والطير يغطس في الميه، ما يغرق. عشان كده تبص تلاقيه بيغطس في الميه ويطلع، تلاقي الميه عامله ايه؟ عامله حبيبات على ظهره كده. ليه؟ لان الواكسز اللي موجوده على الريش منعت امتصاص الميه. ماشي. فطبعا ديت ليها فايده كبيره. ماشي. ولوبريكيشن زي البرافين اويل، وهنشوفها دلوقتي. طب الواكسز ديت في منها انواع؟ الواكسز دي في منها ناتشرال وارتفيشال. طب الناتشرال زي مين؟ زي البيس واكس اللي هو الواكس بتاع عسل النحل، الشمع بتاع عسل النحل ده بيبقى من الواكسز. والبرافين، برافين اويل او البرافين واكس ده بيسموه المينرال واكس. ده وعندنا برضو الواكسز اللي موجوده في الاير، اللي موجوده في الاذن دي برضو واكسز. وبالاضافه برضو ان في واكسز حاجات بتبقى ايه؟ ارتفيشال مصنعه. ماشي. ودي بتستخدم كلوبريكانت او بتستخدم كعوازل. يعني دي كده اللي احنا قلناها الايه؟
السين بالايه؟ السين بالليمت. ناخد هدنة كده.